واحد حاليا ما عندهوش حساب على فيسبوك او واتساب او انستجرام او اي منصة تواصل اجتماعي حاليا، فعشان انت تعمل منصة تواصل اجتماعي او يبقى يكون عندك حساب في اي منصة تواصل اجتماعي لازم يكون معاك رقم هاتف. طيب انت معاكش رقم هاتف، وقالك على حاجة وما معاكش انترنت كمان، ازاي تقدر تتواصل مع اي حد عادي جدا؟ هوريك النهاردة الكلام ده. النهاردة معايا تطبيقين هيعجبوك بشكل كبير وفكرتهم جديدة، لا مش جديدة بس، ده جديدة جدا. مش هقول اكتر من كده، اديني تفكيرك كله النهاردة عشان النهاردة فيديو النهاردة دسم جدا ومعلوماته كتير، عشان انت هتشارك في حاجات كتير هقولها لك النهاردة في الفيديو ده. ركز معايا عشان تستمتع بالنهاية. يلا بينا ننزل بالانترو وندخل في الموضوع. يلا بينا. ازيكم ابطال، عاملين ايه؟ خدت وقت كبير جدا عشان اعمل الفيديو ده وانظم الفيديو ده فكرته حاليا. لو مكتوب اي كلمة موجودة في العنوان بدون انترنت او كلمة مجان، الكلمتين دول حاليا بيخلوا اليوتيوب يحذف الفيديو. زي ما انت شفت في العنوان بتاع الفيديو ده، هدفي الاساسي اصلا عشان اعمل الفيديو ده هي اهل التصوير. ده مبدئيا عشان الفكره دي تمشي اصلا انت لازم تركز معايا في الفيديو بتاع النهارده عشان تعرف تتراسل وتتواصل مع ناس كتير بدون انترنت، ويا ريت الفيديو ده يوصل لناس كتير. لو عندك صاحب من غزه او في فلسطين او اي حد من القطاع ده عموما، لو قدرت تتواصل مع اي حد يا ريت تفهمه لفكره الابلكيشن، مش لازم تشير له الفيديو. ممكن لما تشير له الفيديو هيفهم الفكره اكتر ويقدر يطبق بسرعه عن انت ما تشرح له. فانا هشرح لك النهارده فكره الابلكيشن، معايا ابلكيشن كمان، واحد بانترنت وواحد بدون انترنت، والاثنين يعجبوك جدا. هتقول لي طب ايه الفكره؟ انا هقول لك الفكره النهارده في الفيديو ده. خلاص ركز معايا بقى عشان اقول لك الموضوع بدا ماشي ازاي. هبدا الاول بالابلكيشن اللي شغال بانترنت، ايه الفكره برده وايه الهدف. خليني اقول لك الابلكيشن اقدمه لك اللي هو الابلكيشن اللي بيشتغل بانترنت. ايه فايده الابلكيشن؟ حاليا في ناس بتدور على ابلكيشن يشتغل في اتصال او تواصل او مراسله او شات او مكالمه فيديو او اي حاجه، نفس الواتساب نفس الفيسبوك نفس كل حاجه الموضوع ده كله، بس هيكون تسجيل من غير رقم هاتف. تمام، وهتقدر تتراسل مع ناس كتير جدا، وكمان سرعه في المراسله ومش محتاج نت كتير، حاجات بسيطه جدا، وهتقدر تتراسل مع ناس كتير جدا بسبب الموضوع ده. اول حاجه هندخل على الابلكيشن. تمام، ده واجهه الابلكيشن عموما بير اي ام. بص، اول حاجه الواجهه اللي قدامك ديت فيها حاجتين. اول حاجه هتدخل يا اما الاختيار الاولاني ده، تمام، يوز انونيموسلي اللي هو انونيموس مجهول، المستخدم مجهول، او هتضغط على الاختيار ده وهتضغط على تفعيل الجيميل او بالايميل، يعني بريد الكتروني. الهدف من الاختيارين دول، اول حاجه لو سجلت بالاولاني مش هيحتاج منك لا رقم ولا يحتاج منك جيميل، بس المشكله ان انت لو حذفت التطبيق او عملت سوفت وير او ما شابه من الحاجات ديت، وانت استخدمت التطبيق كتير وبقى معاك شتات وبقى معاك محادثات على التطبيق ده، لو اتمسح لا قدر الله مش هتقدر ترجع اي حاجه من الحاجات دي. بالايميل هتقدر كل حاجه تكون موجوده وكل حاجه تكون تمام. وبرده هو فكره الايميل اللي هو هتبعت لك الايميل اللي هو البريد الالكتروني موجود عند اي حد وسهل تعمله جدا، وهيبعت لك الاكتيفيشن اللي هو الكود التفعيل على الايميل وخلاص الموضوع. بس انا هستخدم اول اختيار، تمام، عشان بس اجرب معاك الموضوع. هتختار اول اختيار وهتعمل نيكست. جميل، اول ما تدخل هيقول لك حط لي باسورد، اكتب اي باسورد بس تكون حافظه، لان كل ما تدخل للابلكيشن بعد كده هيطلب منك الباسورد ده. انا هكتب اي باسورد، تمام، وهعمل نيكست. اللي نيم هكتبها مثلا ايه، هكتبها كينج، وهعمل سيف. خلاص هيبدا يفتح معايا ويقول لي طريقه الابلكيشن وفكره الابلكيشن. هيقول لي الابلكيشن ده تقدر تعمل لايكات وبوستات، وهتقدر كل تعمل كل حاجه ومشاركه الفيديوهات وكل حاجه تقدر تعملها في الابلكيشن ده. تمام، نعمل هنا اسكيب، وهتعمل هنا على الاختيار ده وجو تو سيتنج. هتضغط تدور على الابلكيشن عشان تفعله، تنزل هنا تدور على الابلكيشن، وبعد كده تضغط هنا وترجع تاني. بس كده الموضوع تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ان انا هوريك كذا حاجه في الابلكيشن قبل ما نستخدمه او قبل ما ابعت رساله ليا على الجهاز التاني. طيب ايه الفكره برضو؟ الفكره ان انت لما تبعت الابلكيشن ده لواحد صاحبك او اي حد بتعرفهم، لو بعت لهم الابلكيشن ده وهم استخدموا داخل الابلكيشن ده، هتقدر تراسلهم وهتقدر تعمل كل حاجه من غير رقم. وكمان الهدف، لان في ناس يعني في ناس كلمتني قالت لي ان احنا مش ارقام او شريحه، البنات عموما ما معهمش يعني ما بيحبوش يشاركوا الخصوصيات والارقام. انتوا عارفين طبعا ارقام البنات والكلام اللي انتوا عارفينه ده، فده طبعا هيبقى امان كبير جدا جدا ليهم. تمام، لو حابب تستخدمه هيبقى حاجه جميله جدا. طيب الفكره برضو في كذا حاجه، في كذا مميزات برضو هتنا اوريها لك. لو جيت هنا على الاستوديان اللي هي الحاله، تمام، دي الاشخاص اللي بتابعوك وانت والكلام ده، وفي لو حد بعت لك طلب صداقه او كده، دي الفريندز اللي هو هيبقوا موجودين هنا اللي هو هتشوف الورشاتات اللي هتكون موجوده لو كلمت اي حد، زمان هوريك برضو دلوقتي. لو ضغطت على كلمه مود، دخلت على سيتنج هنا، دي هنا الاعدادات اللي موجوده قدامك. لو دخلت على كل سيتنج هنا هيقول لك الافتراضي بتاع النغمه، وممكن تقفل الاختيارات ديت بحيث ان ايه مش حد يرن عليك. تقدر تعدل على البروفايل بتاعك، وتقدر تعمل حاجه كذا حاجه، تعمل اخر ابديت اللي هي الهور يعني، ومشاركه البروفايل بتاعك يظهر في السيرش لو حد بحث عنك جوه الابلكيشن يقدر ان انت تظهر له بكل بساطه لو رجعت كده. وهنا جيت هنا على الاختيار ده ودخلت هنا على البحث،
دخلت تكتب هنا مثلا ايه كينج برضو مثلا، دخلت ابحث عن حد اي حد تمام، وادور على اي حد جوه الابلكيشن سيرش عادي جدا تقريبا مفيش حد تمام في اسامي هو تمام، في ناس عاديه ممكن اخش اكلم الشخص ده اعمل له ريكويست فريندشيب وبيقول لي هنا خلاص ان انا بعت له طلب صداقه جميل. لو رجعنا هنا تمام، لو رجعت بيقول لي ان استنى ان هو لما يبقى يقبل الطلب الصداقه بتاعه جميل الكلام. اول الابلكيشن ده محمله 5000 شخص تقريبا، 5000 50000 مش فاكر حاجه من ديت. المهم الابلكيشن لسه مش معروف اصلا. طيب ايه الهدف برضو؟ ازاي ابعت لحد طلب صداقه برضو، او لو انا عايز ابعت لحد او عايز ابعت لواحد صاحبي عشان اعرفه على الابلكيشن او كده، لو جيت ضغطت على العلامه ديت ممكن تعمل يوز كيو ار سكان لو الجهاز التاني جنبك او كده. فخلينا نستخدم ايه يوز كيو ار سكان على الجهاز التاني. طيب انت لما تخش على الجهاز التاني هتضغط على نفس الاختيار ده وهتعمل كيو ار سكان تمام، وهنيجي هنا على الجهاز التاني وهنعمل برضو يوز كيو ار سكان نفس الاختيارات جميل. هتعمل هنا اثناء استخدام التطبيق وتيجي هنا وتعمل سكان، وهتيجي برضو من الجهاز التاني هتعمل منه سكان، يعني هتيجي هنا برضو وتعمل يوز كيو ار سكان وهتيجي على الجهاز التاني. طيب انت ممكن تعمل سكان تمام زي ما انا وريتك، او ممكن تعمل حاجه تانية ان انت طبعا افرض صاحبك ده مش جنبك طبعا، عشان انت مش هتروح تجيب تليفون عشان تعمل له شات عشان تتكلم معاه تروح تعمل له مراسله اكيد لا طبعا، طبعا هيكون في لينك مثلا او رابط دعوه عن طريقك عشان يخش يكلمك على طول كده يعني. هنجيب هنا هتيجي هنا وهتيجي هنا سيت سيند انفايت تمام، هيقول لك طبعا عشان تكلم صاحبك او تبعت لحد عشان يكلمك على الابلكيشن ده تحديدا، هتضغط هنا وهتعمل هنا سيند انفايت يعني انت تبعت له لينك يخش، اول ما يضغط عليه هيقوم التطبيق متحمل معاه وبعد كده هيخش يسجل هيلاقيك في وشه على طول، هيخش يكلمك ويتكلم معاك عادي جدا خلاص. تقدر تتراسل مع اي حد في الابلكيشن ده وهيبقى ليك بروفايل كمان، وزي ما عرفتك كل ده دي كل حاجه في الابلكيشن اصلا. ده الابلكيشن سهل جدا، هتخش كل اللي انت هتعمله ده الابلكيشن ده الفريندز دي مكان الدعوه، تقدر تعمل سكان لاي حد لو هو جنبك، ده طبعا كله بالانترنت طبعا من غير رقم هاتف لان في ناس كتير بتتضايق من الموضوع ده. وزي ما قلت لكم الابلكيشن ده واصل لمين بالظبط؟ للحاجات الخصوصيه مثلا، عايز تطمن مثلا على حد تبعك كده يعني اولادك كده يعني، الابلكيشن ده يكون امان جدا وطبعا مش هيقدر يوصل لحد ولا يتواصل مع حد غير هيتواصل معك انت مثلا عن طريق اللينك بتاعك، مش هيكون الدنيا مفتوحه عليه. دي الابلكيشن ده هدف الابلكيشن طبعا. المفروض الابلكيشن ده كان يكون شغال من غير انترنت بس بعد الابديت بتاعه بقى شغال بالانترنت تمام. طبعا في الابلكيشن اللي بعده وده الابلكيشن المهم اللي جاي لك عشان اصلا الابلكيشن ان انا اخليك من خلاله تكلم اي حد بدون انترنت، بس في قواعد عشان تفهم الابلكيشن ده دماغه. شوف الابلكيشن ده ليه دماغ، هتعرف دماغه ماشيه ازاي، هتعرف دلوقتي تعرف تكلم اي حد على طريق الابلكيشن ده. مليون تحميل للابلكيشن ده ولسه جديد عشان بس تبقى واخد بالك، الفكره قديمه بس الابلكيشن لسه جديد. الابلكيشن بيعتمد على حاجه اسمها بير تو بير اللي هي الند، اللي مثلا عن طريق جهاز قريب من جهاز يقدر يتواصل معاه خلاص. طب انا قلت دلوقتي جهاز قريب من جهاز، الفكره برضو طيب خلينا نخش اسجل في الابلكيشن الاول واوريك الابلكيشن مش ازاي عشان اعرف افهمك انا بتكلم عن ايه. يلا يلا بينا. تدخل اولا قبل اي حاجه عشان بس تبقى واخد بالك، لو ضغطت هنا بيقول لك اضافه جهاز الاتصال قريبه يعني عن طريق سكان كيو ار خلاص، اضافه جهاز اتصال بعيده عن طريق اللينك. افهمك بقى الابلكيشن ده بيعتمد على الشبكه اللي تكون قريبه منك يعني ازاي. الابلكيشن ده لو انت ضغطت على الاختيار ده وهتلاقي هنا حاجه انترنت واي فاي وبلوتوث، بيعتمد على الثلاث حاجات دول. هتقول لي ازاي؟ يقول لك لو واحده مش شغاله الثانيه هتشتغل، الثالثه هتشتغل. طب لو الثلاثه مش شغالين؟ هقول لك بص، اول حاجه هنعمل هنا اضافه جهاز اتصال عن بعد، هتلاقيه بيقول لك هنا ابعت اللينك بتاعك ده، ابعت اللينك دهوت للشخص اللي انت عايز تخليه يراسلك. جميل الكلام. اللينك اللي هيجي لك هتخش هنا وهتعمل استمرار، هتعمل لاسك للينك ده، اضافه جهاز اتصال قريبه تمام، وجينا هنا برضو في الجهاز الثاني واثناء استخدامه هتعمل هنا اسكان، وهتعمل من الجهاز الثاني سكان برضو تمام، يتم التوثيق يتم تبادل المعلومات تمام جدا. الجهاز الثاني زي ما انت شايف كده في الجهاز الثاني والجهاز ده، طبعا لو دخلت بعت رسائل هقدر ابعت رسائل عادي تمام، والرسائل هتوصل زي ما انت شايف في الجهاز الثاني تمام. جميل الكلام. طيب ايه الفكره برضو؟ طبعا النت هنا شغال والنت هنا شغال. ايه الفكره في الحوار برضو؟ خلينا اقول لك، لو انت قفلت الواي فاي لازم يكون الواي فاي شغال تمام، لازم يكون الواي فاي نفسه شغال، انما لو انت فصلت شبكه الواي فاي يعني انا افصل الواي فاي كده تمام، افصل الواي فاي. جميل الكلام. وهترجع كده ترجع للابلكيشن خلاص، هتلاقي برضو ان انا لسه اكتف هنا برضو انت فاهم، هتلاقي ان انا لسه اكتف هنا برضو. افصل الابلكيشن في الجهاز، افصل الواي فاي في الجهاز التاني برضو تمام، افصل الواي فاي في اعمل فصل عادي. جميل الكلام. وهيكون الواي فاي برضو شغال، هيكون الواي فاي نفسه شغال تمام، انما كشبكات واي فاي مش متصل على اي شبكات واي فاي. جميل. خليني اقول لك الفكره يا صديقي معقده شويه. اولا كده لازم عشان تبقى واخد بالك لازم يكون الاجهزه قريبه من بعضها،
تقول لي طب انا استفدت ايه كده، انا كلمت حد من بعيد ازاي؟ اقول لك بص الابلكيشن ده ممكن يغطي مدينه او دوله كامله. ازاي؟ بناء على عدد الناس اللي محملين الابلكيشن جوه الدوله او جوه المكان او جوه المحافظه اللي انت فيها او جوه المقاطعه اللي انت فيها، ايا كان المكان اللي انت فيه مثلا لازم يكون في اجهزه تكون موجوده عليها الابلكيشن ده، الناس بتتراسل عليه. الفكره ان الرساله بتنقل من الجهاز للجهاز عن طريق شبكه اسمها تور، مشفره، وشبكه نقل البيانات على تشفير عالي جدا او اعلى شبكه تشفير اصلا موجوده. فالتشفير ده فالرسائل بتبعت عن طريق شبكه تور، بتبعت من جهاز لجهاز. طبعا ما فيش اجهزه بتشوف الرساله. الشبكه دي بتستخدم التليفونات التانيه اللي موجوده عليها الابلكيشن ككوبري تعدي منه الرسائل. طبعا ممكن اوصل مثلا من بعيد، مثلا ابعد عن الجهاز 100 متر مثلا، اكون في مكان بعيد شويه عن الجهاز واقدر ابعت له رسائل عادي جدا. لو بعدت عن الجهاز اقدر ابعت له رسائل، لو رحت في مكان بعيد عن الجهاز اقدر ابعت رسائل. طبعا زي ما قلت لك كده لازم يكون الواي فاي نفسه مفتوح، انما ككونكت واي فاي مش شغال او مش متصل اي شبكه واي فاي. هي دي الفكره بتاعت الابلكيشن. فعشان كده لازم ننشر الابلكيشن ده بشكل كبير. طبعا الابلكيشن ده لما يكون موجود اصلا في حد ذاته هيأثر على شركات الانترنت، وتحديدا هيساند اخواتنا في غزه، لان طبعا زي ما قلت لك زمان انت ممكن تقول لي انهم عملوا انترنت، بس انا اقول لك الانترنت اتقطع تاني. فعشان كده لازم نشارك الابلكيشن ده ليهم، في حين انهم لما يرجع لهم الانترنت تاني ويحملوا الابلكيشن ده يكون استفادوا اكبر قدر من ان الانترنت رجع لهم تاني. فلازم نعمل نشار لهم الابلكيشن. لو انت تعرف حد شير له الابلكيشن، ادي له الابلكيشن، ادي له الفيديو خليه يفهم. مش لازم تدي له الفيديو، انا كده ان شاء الله هنشر الفيديو ده على فيسبوك باذن الله بهدف ان هو يجيب مشاهدات اكتر. ولو وصل لناس من اخواتنا هناك يا ريت يحملوا الابلكيشن ده عشان يقدروا يستفادوا من الابلكيشن ده. وبس كده، يا ريت ما تنساش تشير. اشوفك على خير وسلام.